أنا بحكي على حاجتين فقط، اللي هو على منطقة البروستيت وعلى المتانة. أورام المتانة أي شخص يلاحظ بأنه في دم بالبول ينصح أنه يجي لعيادة المسالك حتى نتأكد أنه هل هذه القصة لها علاقة بالسرطانات المتانة أو لها علاقة بأمور أخرى مثل الحصى أو الالتهابات المتكررة بالمتانة. هذه نقطة مهمة أنا أنصح الناس أن ينتبهوا لها. النقطة الثانية بالنسبة للبروستيت، البروستيت طبعا أورامها تجي بدون أعراض، لذلك في حاجة اسمها الكشف المبكر. الكشف المبكر للسرطانات كيف يتم؟ عن طريق أخذ عينة الدم وبنشوف الهرمون أو البروتين اللي بتفرز البروستيت في الدم. لما يكون مرتفع معناته هذا مؤشر ربما يكون في سرطان، فنتأكد بعدة تحاليل أو أشياء أخرى أكثر دقة. بس الكشف المبكر اللي هو عن طريق تحليل الدم بالدرجة الأولى. الناس اللي عندهم في العائلة تبعهم سرطانات بروستيت ولا شيء، ينصح الكشف المبكر يبدأ على سن 45 سنة، والناس اللي ما عندهم مشاكل في العائلة بهذا النوع من السرطانات يبدأ الكشف المبكر على سن 50 سنة. وبناء على هذا التحليل نقدر احنا نبني تشخيص ونقدر نتأكد ونحاول نساعد الشخص اللي كان عنده أي مشكلة مهما كان نوعها.